بسم الله الرحمن الرحيم، نذكر باننا على جبهه الزكريات مريف عمار الشمالي، يسرنا ان نلتقي باحد القاده في جيش العزي وهو الحاج حازم قائد لواء مجاهدي الحماه في تشكيلات جيش العزي. اهلا وسهلا بك حاج. حاج حازم، طبعا بحسب ما علمنا هناك عمل عسكري بعد ربما ساعات او دقائق في ريف حماه الشمالي، حبذا لو وضعتنا بصوره هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، بعون الله ومشيئه ان شاء الله دقائق ويتم العمل ان شاء الله على المنطقه في ريف حماه الشمالي، وتمتد ان شاء الله تعالى ونشتري ويتحدى المنطقه بعون الله تعالى. هناك عمل خلقي جدا باذن الله تعالى، هناك اصرار مسلمين باذن الله على زحف المسيرين. طبعا حازم، تكلمت من شليمي غالبا يعني مرورا بالزلاقيات، حواس الزلاقيات، زلين شليمي الزلاقيات، زلين وصاصي البيضة لعام الله تعالى. إذن بحسب ما يؤكد القائد العسكري في جيش العزة، دقائق معدودة ويبدأ العمل العسكري في ريف حماه من شليمي غربا إلى البويضة شرقا. كان معكم محمود الحومي من على جبهات القتال ريف حماه. الله أكبر. الله أكبر. اشتباكات على حاجز الزلاقيات. نار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اشتباكات على حاجز الزلاقيات بريف حماه. اشتباكات بين جيش العزة وقوات الأسد. الله أكبر. اشتباكات على حاجز الزلاقيات بريف حماه الشمالي بين المجاهدين من جيش العزة وقوات الأسد. 13/12/2015. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. جوع. جوع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اشتباكات عنيفة على حاجز الزلاقيات بين المجاهدين من جيش العزة وقوات الأسد. افتح نار، افتح نار، افتح نار، افتح. غطيله غطيله، بدي يتقدم. غطيله غطيله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المجاهدون يتقدمون. الحقيقة الإنارة باتت سيئة جدا، الإضاءة، الرؤية سيئة جدا. الله أكبر. 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 والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. اشتباكات على حواجز ريف حماه الشمالي، على معظم الحواجز. الله أكبر. والعزة لله. طبعا هذه القذيفة من جيش النظام على المجاهدين، والحمد لله رب العالمين، لا تسجل اي اصابه بفضل الله عز وجل. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشتباكات عنيفه، اشتباكات عنيفه ومعارك ضاربه بريف حماه الشمالي. الله اكبر والعزه لله. اللهم ثبت اقدام المجاهدين يا الله، اللهم ثبت رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت اقدامهم يا الله. بدات عمليه الاقتحام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه النيران تولى في حواجزنا. يا الله يا الله، اللهم سدد رمي المجاهدين يا الله. معارك ضارية، معارك ضارية، واشتباكات عنيفة على حواجز ريف حماه. الله أكبر والعزة لله. هذه المعارك على حواجز الزلاقيات، على حواجز الزلاقيات، اشتباكات عنيفة، اشتباكات عنيفة يخوضها المجاهدون من جيش العزة ضد قوات النظام. 13/12/2015. اللهم ثبت المجاهدين يا الله، اللهم سدد رميهم يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله.
معارك ضارية واشتباكات عنيفة يخوضها المجاهدون. هذه القذائف طبعا كلها من المجاهدين على الحاجز وبشكل عكسي تماما، كمان النظام يرد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هنا رشاش المجاهدين، اللهم سدد رمهم يا الله يا الله يا الله. الله أكبر والعزة لله. اشتباكات عنيفة اشتباكات عنيفة يخوضها المجاهدون ضد قوات النظام. الله أكبر والعزة لله. الله يا الله يا الله يا الله. ضبط 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 يا حاج الأخيات يا الله. اللهم سدد من المجاهدين يا الله يا الله. اشتباكات عنيفة اشتباكات عنيفة يخوضها المجاهدون في ريف حماه. الله أكبر. هنا الاشتباكات على جبهة الزلاقيات، طبعا الاشتباكات على طول الجبهة. يا الله يا الله. اشتباكات عنيفة يخوضها المجاهدون على جبهة ريف حماه الشمالي. يا الله يا الله. اللهم سدد من المجاهدين. طبعا اطلاق النار متبادل بين المجاهدين وبين عصابات الأسد. الله أكبر. نلاحظ قذائف المجاهدين كيف تتجه على الحاجز. هنا من النار اشتغلت في الحاجز. يا الله يا الله. الله أكبر. 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 اشتباكات عنيفة اشتباكات عنيفة على حاجز اللاقية في ريف حماه. اللهم سدد رمي المجاهدين يا الله. اللهم سدد رمي المجاهدين. طبعا رشاش المجاهدين هذا الاتجاه ايضا اشتباكات عنيفة في الحق، اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة على حاجز الزلاقيات. يا الله يا الله. الله اكبر. نسمع اوامر الاقتحام نسمع اوامر بالاقتحام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نسوى اسمع الاوامر بالبدء الاقتحام. ما ادري كان بداوا بالفعل. حاجز سليوت هنا. هنا على حاجز سليوت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش العزي بريف حماه الشمالي على حاجز اللاقيات وحاجز اللين وحاجز سليوت. الله اكبر الله اكبر. هذه رميات مجاهدين الحرب منا. الله اكبر. من هذا المكان تماما هذا المكان تماما رشاش للمجاهدين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.